شدد الخبير الاقتصادي وأمين أمانة الشؤون الاقتصادية بحزب مصر أكتوبر محمد شعراوي على أهمية زيادة الاعتماد على الصناعات التحويلية لزيادة الإنتاج وبالتالي معالجة عجز الموازنة العامة للدولة. كما أكد شعراوي مناقشة جلسة الحوار زيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي، فضلا عن تطوير المنتج المحلي من أجل زيادة الصادرات وتحقيق فائض أولي للموازنة العامة للدولة. العجز جاي نتيجة ان ارتفاع الايرادات وارتفاع المصروفات وتقليل الايرادات. نعم. طيب نقدر نحل هذه المشكلة ازاي؟ ان احنا لازم نزود مخصص الصناعات التحويلية في الموازنة العامة للدولة. طب ليه؟ ده هيساعدنا على انتاج، ندي فرص للاستثمار الاجنبي سواء كان استثمار اجنبي مباشر او غير مباشر، وندي فرصة للاستثمار المحلي ايضا ان هو يطور من المنتج المحلي عشان خاطر نقدر نساعد على المنافسة اللي بتحصل دلوقتي في المنتجات العالمية، نقدر تصدر، ولما هنصدر هنقدر نقلل الفجوه اللي بتحصل ما بين الصادرات والواردات. كل دوت هيؤدي الى ايه؟ هيؤدي الى فائض في فائض اولي يحدث في الموازنه العامه للدوله، ده هيخلي كمان ان اسعار سعر الصرف عندنا تبتدي تنخفض، وكمان لازم يكون في اتصال ما بين السياسات النقديه والسياسات الماليه.